واه 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 ايه ده الدبيت يا راضي جاي ابني برجلي لحد بيت علام عايزه يموتني يا لهوي يا لهوي يا لهوي كيه ما خلاص قلعنا نياب الاسد كملي كملي بيتك ومطرحك انت ما تعرفوش يا ولدي يلا يلا ده لو شافني لو شافك لو شافك عاد خشي خشي تعالي خشي ما تخافيش خشي يا لهوي يا ولدي يا ولدي انت ما تعرفوش ليش خافش ازاي خافش ازاي خشي خشي مين مين اسم الله عليك يا حبيبي ايه اللي عمل فيك كده عايز تغناش عن الجوزة والجوزة بصيتها من النار النار لحست عينيه سلم على نزهة يا حاج علام سلم على نزهة نزهة ام راضي ولد نزهة دخلت بيتك عرفت ذلك يا نزهة ليه مرضيتش اقول على ولدك ولدي عشان والد الحلال ما يعميش ابوه عمتني وجاب الغزية تتفرج واه عماك انت يا راضي ملعون البطن اللي جابتك ان شاء الله تتقطع يدك اسم الله عليك اسم الله عليك يا علام اسم الله عليك يا حبيبي اسم الله عليك يا علام اسم الله عليك مهما عملت فيه احبش حد كدك يا حبيبي اسمعي انا وريتهولك بعينيكي تطلعي فوق وتخشي مقعد رسمية من مراتب نظيفة وتنامي ولو ليه معاس حاجة اديك مرزوعة اخدمك عمري كله يا علام واقعد تحت رجليك كمان انا حايش روحي عنك بالعافية اسمعي كلام ولدك واطلعي يمكن لما تخشي مقعده وتشم الريحة النظيفة تعرفي قيمتك من قيمتها اطلعي